ما هي مكونات مجموعة البنزين؟ تتكون المجموعة من أولاً الفلتر، يعمل الفلتر على ترشيح الهواء قبل أن يدخل إلى المغذي، ثم يقوم بتنقية الهواء من الأتربة والشوائب، وهو عبارة عن علبة أسطوانية الشكل مفرغة. ثانياً، خزان البنزين، ويوجد هذا الخزان في طرف السيارة بعيداً عن المحرك، وهو مصنوع من الصلب ويتسع إلى 40 لتراً. ثالثاً، مضخة البنزين أو الطرمبة، تعمل على سحب البنزين من الخزان وتدفعه مرة أخرى إلى المغذي. رابعاً، المغذي، يقوم المغذي على تحضير خليط من الهواء وبخار البنزين بالنسبة المطلوبة، ويقوم بدفع هذا الخليط إلى مجمع الشحن في السيارة. خامساً، مجمع الشحن أو الكاربراتور، يعمل على دخول خليط الهواء والبنزين ويوزعهم على أسطوانات المحرك.